محمود البارودي مورنينج شو محمود البارودي على اي اف ام احلى راديو. رجعنا لكم من جديد في المورنينج شو على اي اف ام احلى راديو توا 8:08 دقائق باش نسمعوا مع بعضنا. تعرف الفلسفه اللي نعمل فيها نزعات كل ما قلنا رجعنا لكم وانا نقول رجعنا. تعرفها ولا انت شكون هي؟ انا نقلب في شكون معناها مش بالراس. لطفي العبدلي. سلموا عليه صديقنا لطفي العبدلي. رجعنا. يسمع فينا كل يوم من باريس يبدا جاي على البسكليت وحاطك الحطه وهره يا خويا. ليش البسكليت انت عاد ليش بكل لا خاطر لطفي عنده ترونتينات قال لك لا عنده ترونتينات يودي تروتينات الان منين جبتها؟ عالمية عنده بسكليت برجولية مريتاش ومهيئة يهز فيها وليد الزوز. هي ما مشيت قابلنا في فرنسا فيها فازة هكا حكة منهم زوز حكوك. نسلموا عليه برشا ونحبوه برشا وقاعد يعمل في عروض راه وانا تو نحكي هكا نمشي جايزة ومشيت فرش في العرض نتاعو والله سامباتيك كيفاش الفرنسي نتاعو قاعد يتحسن والبوبليك نتاعو في جزء كبير من في جزء منه علاش فرنساوي ماهوش مش كومينوتير معناها الفازة اللي يعمل فيها صحيت نوال وريت المبدع يتأقلم مع الحضارات أدابت أور داي نرجعوا لها أدابت أور داي هذه رسائل قاعدين نبعثوا فيها البرشة اللي يسمعوا فينا وبرشة حاضرين معنا سمحنا كل جدمو أوردين بو حجبة أوردين بو حجبة باهية صحيت ريت أسمع أنا تو نحكي في العدوى انتشرت الحمد لله يا رب أنا ويل عليها كوحلتنا عليها أنا نحكي في هذا كله فما واحد ما حبش يعمل حتى تعليق مش لازم يعمل تعليق نعملوه ما حبش يقول اسمه محمد علي هو ما حبش يقول سيبولي محمد علي ما نحبش فيه بخزر في قسم ايه مربع يديه في قسم نمشي ونزابينك ونرجع لكم السلام على من رد السلام مرحبا بكم في مهيش زابينك نبداو بمحمود شيخ القبيلة اللي كالعادة والله لا تقطع لنا عادة اتحفنا بأخطاء منشط جديد وكذا ماك تعرف أما مرة هذه ما غلطش في اسم لا وما غلطش في روبريك غلط في حاجة قدامه توا 7:05 6 يا إريج نعرف راني اليوم الستة توا الستة اليوم الستة وستة دقايق مثل جزار يعظم على مراكزي تعرفوه أيا نشوفوا أختنا إريج اللي صلحت له الوقت شنية أمورها عمرت لي أنا نقوم الأربعة نتاع العشية مش الأربعة نتاع دونك الريفي اليوم ما يا ريج وري ذول عينيك أختي أمان في فقرة زميلتنا جيهان كانت تحكيت على جميلات العالم ومحمود طلع عنده بيع وذريع في الموضوع أي يفهم على الأخر أما الغريب مخبي موضوع على مرته أي ما في بالهيش زينة أزين مرأة في بالي في كون في بالي مونيكا بيلوتشي أزين واحدة مرتك تسمعك توا بو تسمع مازلت راقدة شوي خلوها راقدة في الجزء الأول من المورنينج شو ديما يكون معنا شيخ نحكيه في موضوع ديني معين نشوف الموضوع اللي باش يقترحه محمود على الشيخ توجيه نهار الشيخ نسألوه علاش الذاكرة متاع المرأة الذاكرة متاع فيل وجمل لي فيل وجمل لي معناتها ميموار تليفون يقول لك برنامجنا في أيامه الأولى عمل قاعدة جماهيرية وفية جدا وكل عادة نقرأ بعض التعليق لكن زميلتنا نوال كان عندها رأي آخر جملة نبزيت ذكروها النبزة متاع البارح حطوا هيلنا في الزابينج بلي خلينا عاود نذكروه مرة أخرى باهي للا نوال على خاطر تعرفني نحبك برشا وناخو بخاطر مانيش باش نعديها فضلك يا نوال فضلك حتى كونترا ما زدت ما صححتوش نبقاو مع نوال ملكة الجدمو ما تنجمش تتعدى حلقة من غير ما تتحفنا بحويجة ترى سمعني تحب الريال ولا برشا حب شوية حب شوية برسا يا تقدودة يا تحفونا ليه ومش كان هذي راو ليه عندك ما تسمع اتحفتنا بوحدة أخرى أقوى من هذي قديش ينزمنا من زهرة النحلة تنتج 450 جرام عسل زهرة فيل ولا زهرة زهرة فيل ولا زهرة ليه زهرة لمبوبة سافا يلا سيدي نقابلوا غدوة في نفس الموعد مع ما هيش زابينج السلام مع صديقنا نور الدين ما عمرك ما شديت حاجة على دالي دونك دالي منظم ياسر حقيقة صعيب ما يسربيش يحس على روحه يعرف شي يحكي بشوية خبرة تتكلم رد بالك وانت زادة موجود في العملية دوك يزمك تنبر على روحك باش تكون عندها مصداقية ما هيش زكية عمل انت ما هيش زكية مواصلة ليه حاجة رعب ليه والغريب انه الكومنتير الكل
يحبوها ونوال بطبيعه بطبيعه جمهوري هذاك جمهورك الفانس تبعي انا الحقيقه انا عندي اصدقاء يسمعوا فينا فما زاد جانب كبير معجب بأريج الحقيقه يا خو بخاطر زعما هو خاطر حكي فاز في الزابينغ وانا ما عجبتنيش الحكيها وكي لطف فيها لي انا علاش اللي ما سمعهيش البارح تعاود سمعها له اليوم لي والله هذاك علاش اسمه انت محبوب اسمعني حط على مياتي غنيت يزي من البلاد اش بيك طلعتنا غار اريج هاي شو عندنا اخبار البارح فما اخبار مهمش العباد عمليه السطو على اللي تنقل الفلوس يظهر لي بالضبط باش نحكيو على خبر تم تداوله البارح في بعض الاعلام الخاص او لي راديو الخاصين وبعض صفحات التواصل الاجتماعي يقول انه صارت عمليه سطو نهار 24 اكتوبر البارح لشاحنه نقل الاموال قرب مكتب البريد بساحه باب سويقه وسط العاصمه ووزاره الداخليه كانت على الخط وهبطت بلاغ تقول فيه انه خلافا لما يتم تداوله على بعض صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية والإذاعات الخاصة بخصوص عملية سطو اللي استهدفت شاحنة نقل الأموال لكن هذه ما هوش عملية سطو لأنه وزارة الداخلية أعلمت أنه الأمر لا يعدو أن يكون سوى عملية سرقة قام بها الأطراف الثلاثة المؤتمنين على المبالغ المالية اللي كانت في عهدتهم وقت اللي توليت الوحدة الأمنية المتعهدة بالبحث القيام بجميع الأعمال الفنية المستوجبة بموقع بمسرح الواقع فانه تبين بعد تعميق تحريات انه الثلاثه هذوما تفاهموا على الاستيلاء على مبلغ مالي قدره 200 الف دينار بين المبالغ الموجوده في الشاحنه هذه وكانت في عهدتهم وقاموا باخفائه بجهه حي بن خالد بن الوليد بدوار هيشر في منوبه وبعد التحري فانه تم القاء القبض على الشخص الرابع اللي خباو عنده الفلوس ولقاوها كامله دون نقصان لدى طرف رابع في انتظار استكمال بقية الأبحاث بالتنسيق الدائم في جميع المراحل مع النيابة العمومية قصد إتمام ما يتعين قانونا بخصوص الجنات وكل من سيكشف عنه البحث نسمعوا هذا هو عرفت السما هي خيانه مؤتمن وهذا ماهوش في معزل عن ريتك الموضوع اللي حكينا فيه نهار الاول ظهر لي نتاع العنف كل جريمة بعض الجريمه اللي هي في جزء منها هي الافلات من العقاب لا ما عادش تخاف معناها ما عادش تخاف دونك هكا جاتنا فرصه نستغلوها علاش لا تو رادعه راي معناتها الاحكام تكون عاده في ما يتعلق بخيانه المؤتمن تكون رادعه معناتها كي تلقى هذوما ينجموا يتحكموا حتى العشر سنوات سجن لا اما هو حتى اكثر اي اما هو عصابه اي عصابه ولا تكوين وفاق اما نرجعوا للسيستم كله علاش ديما كيما نحكيو كل شيء مربوط ببعضه باهي انت عملت عاقبته دخل السجون والاصلاح نورمالمون في العشر سنين هذوكم تصير اعاده تاهيل للشخص هذاك كي باش يخرج يعاود انتجراسيون من اول وجديد في المجتمع صنعة. يتعلم اي حاجه معناها صنعه يسقل مواهب وثقافه نشوفوا توا في السنوات الاخرانيه معناها ملي بديت ايام قرطاج السينمائيه ولا في السجون وايام قرطاج المسرحيه والموسيقيه اتسيتيرا هذه جزء من الاصلاح اللي قاعد يصير خاطر انت باش تحطه في الحبس وبعد يخرج ناقم على العشر سنين وعلى عمره وعلى اللي عمله اتسيتيرا وزيد مجتمع يرفض كيفاش تحب تلقاه معناها من بعد؟ لا ساعه خلينا نبداو قبل ما يشد الحبس وقبل ما يمشي كيفاش واحد يخدم ياكل في خبزه سيرمون يخلصوا بمحترم معناتها لانهم هما مؤتمنين على فلوس دونك سافا دو سوان ويخلصوهم بالكدا باش عيناهم ما تزيغش كيما يقولوا على انه وشو هالمبلغ هما اربعه من الناس معناتها حتى كي قسموا باش تلقاهم كل واحد عنده 50 مليون ايه توا نبروا كيف كيف راهو كيما 200 مليون كيما مليار احكي لك معناتها شنو هو اللي يخلي العبد شنو هما التخطيط ظاهرين باش يحرقوا ولا باش يفسحوا اما هنا نجم يكون وي لا ظاهرة الحكاية ماركة حرقة في اي بي ويحب يمشي وكهو هذيك المشكلة في الحياة لكن هنا تحية للأمن اللي في ما ثماش الدوب صار في تونس إلا بعد نهارين ثلاثة يتشدوا أول حاجة الأمن يعطي صح ثاني حاجة ثم سبق
اي وحاجه باهيه معناتها ثالث حاجه كلهم هم مشتكيين ثم برشا حاجات اللي يشريوا تنعطي الكلمه انا ليه ما هو قال انت قلت صبا هو قال لك حاجه باهيه انا الكلمه هذه تعمل لي حساسيه الحقيقه ليه بيان سور كي يقولوا صبا في الحاجات هذيا انا بالنسبه لي انا في البراكاج وفي الارهاب تحكينا عليها اللي لوح زبله ونقيد له نمره كاميونته صب حصاله في جنينه بالفيدير انا نصب به وي مثلش نقيدها فماشي كلمه الطف شويه من انا نعلم عليه المواطن الصالح سميناها في افاده افاده فوالا افاده تسمى المواطن الصالح نخرج مع صديقتنا جيانا كيما اي اف ام فوتوغرافيك الجروب الجروب حركه مواطنيه قويه برشا ممتازه جدا نمشيو مع صديقتنا جيان ان فوتوغرافيك ونرجعوا نكملوا نعلقوا على الموضوع انتم تسمعوا في اي اف ام مورنينج شو محمود البارودي على اي اف ام احلى راديو رجعنا لكم من جديد في المورنينج شو على اي اف ام احلى راديو رجع عندنا موضوع مهم يظهر لي ما تطرقنالوش برشا في وسائل الاعلام ماذا بينا ناخذوا اكثر تفاصيل عن الموضوع هذا وباش تكون عندنا بعض الاخبار الحصريه لانه مهم ويهم تاريخ بلادنا اريج صحيح باش نحكيو على توقيع اتفاقية شراكة بين المعهد الوطني للتراث وعدد من الجامعات وصار تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية عفوا نهار 23 أكتوبر حفل توقيع الاتفاقية هذه بين المعهد الوطني للتراث وعدد من الجامعات التونسية مشكور جدا ينضم لنا عبر الهاتف سيد العميد طارق البكوش مدير المعهد الوطني للتراث سيد العميد صباح الخير أهلا وسهلا مرحبا بك على EFM صباح النور مرحبا بكم ومرحبا بالفريق العمل معكم ودي بدرة طيبة من عندكم باش تتفاعلوا معنا باش نعطيكم الاخبار هذو بالضبط شكرا لكم على تلبية الدعوة ناخذوا من عندك الساعة ملامح الكبرى لهذه الاتفاقية بين معهد التراث وعدد من الجامعات التونسية وناهي زادة الجامعات اللي تم توقيع معها الاتفاقية هذه كما قلت قبل الاتفاقية صارت يوم 23 أكتوبر وكانت مبادرة من بعض الوطنيين التراث بعد مباحثات كبيرة بيننا وبين الجامعات هذوما اللي هما كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس كلية الأداب والفنون الإنسانية بالمنوبة كلية الأداب والعلوم الإنسانية بسوسة كلية الأداب والعلوم الإنسانية بالقيروان كلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس، المعهد العالي لمهن التراث بتونس، المعهد العالي للفنون الإنسانية بتونس، المعهد العالي للفنون الإنسانية بجندوبة، هذول كلهم كان عنا معناها احنا يوم احتفال نحب نقوله خاطر المبادرة هذه والاتفاقية باش تخلي معناها للشباب نتاعنا للطلاب والباحثين في الجامعات الفرصة باش يشاركوا مع الباحثين التونسيين اللي موجودين في المعهد الوطني للتراث ويقوموا بحفريات أثرية وبجرد زاد القطع الأثرية اللي احنا عندنا برشا في تونس موجودين ياسر ويخلي لهم هما زاد يحفز نقول الطلاب الجدد اللي في موضوع التراث والبحث على التراث وخاطر نقول احنا يلزمنا نخموا في الناشئة ويلزمنا نخموا في جينيراسيون هذه اللي تارعه ونعطيهم لي بوسيبيليتي كيما تعرف تونس فيها برشا مواقع اثريه صحيح عندنا ما يقارب 100 موقع سون سيت ماجور معناها يجي منكم يقع فيهم التنقيب ويقع فيهم الحفر على الاثار وعندنا ما يقارب 27 الف سيت موجودين معناها في جمهوريه من شمالها الى جنوبها اليوم كثيرين ومازال احنا نقولوا الخير تحت الارض خاطر كل مره نكتشفوا حاجه معناها صباح الفل سيد العميد صباح عليك صباح الفل سيد العميد الحقيقة الاتفاقية اللي عملتوها ممتازة جدا تحكينا على 27 ألف سيت مينور و 100 سيت ماجور سنحب نذكر المستمعين وأنا كنت تحدث معك سي طارق البارح وقت اللي نحضره في الحلقة قلت لي راهو المعهد الوطني للتراث أقدم حتى من وزارة الثقافة معناتها صحيح صحيح خاطر احنا التاريخ يقول اللي وقع الاحداث اسمه السيرفيس دونتيكيتي عام 1885 تحت الاحتلال الفرنسي كان اسمه السيرفيس دونتيكيتي ومن بعد الاستقلال ولا اسمه لا ديريكسيون دي زونتيكيتي اي دي زار وتبدل الى معهد الوطني للتراث عام 90 ولا اسمه انستيتيو ناسيونال دو باتريمون اللي هي
مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي ويخضع للإشراف لوزارة الشؤون الثقافية ومقره تونس العاصمة. أنا هذايا لي شونجمون. دونك باش كي نرجع لكلامك، احنا قدم برشا على خاطر التنقيب بدا في تونس من 1847 وأول إكيب جات تنقب على الأثار في كارتاج هي من أمريكا عام 1847. عام 1847 توا سيد العميد للعباد اللي ما تعرفش، انت عميد طيار في الجيش الوطني معناتها توا عميد وانت فاهم. احنا لا ما مش نوضح لك، احنا رانا الضباط السامين في الجيش الوطني لما نكملوا الكلام تاعنا في الاختصاصات نتاعنا يتم تعيينها باش نشدوا اداره عامه، وكنت مدير عام اداره الاعلام والتراث والثقافه في وزاره الدفاع الوطني قبل ما يقع تعييني باش نشد المعهد الوطني التراث. معناها احنا نقولوا سي باساج نورمال، صافي فانت كارير الضباط يكملوا لي سبيسياليتي نتاعهم في المجال نتاعهم في مجال تاعنا. عام 40 سنه انا كمان مش شويه بعد واقع تعيين في الاداره العامه للتراث والعلم والثقافه في وزاره الدفاع الوطني. شغلت سنتين الموضوع هذا في المهنه هذيك، وتم تكليفي بالمعهد الوطني للتراث والعلم عندي توا سنه وشهر. سيد العميد سنه وشهر اعطينا. نعم. احنا نحكيوا على الاموال المنهوبه في وقت من الاوقات، وعنا اثار ما نعرفش نسميوها منهوبه هزوها وما رجعوهاش، شو قاعده تعمل الاداره نتاعكم من اجل استرجاع الاثار هذه لانه هي جزء من تاريخ بلادنا سيد العميد؟ والله احنا شو الاداره العامه هذه كما قلت اداره بحثيه علميه واداره مركزيه، معناها عندها لوكوتي سونتيفيك لوكوتي معناها ادمنستراسيون اللي هو يخلي الإدارة هذه معناها عندها برشا احنا نقولوا مهام. مهام تاعنا كبيرة ياسر، نجم نحدد لك المهام تاعنا جوست معناها باش تفهم احنا اش قاعدين. المحافظة على المعالم التاريخية وترميمها وصيانة المواقع الأثرية والمجموعات العمرانية التاريخية والتقليدية. تنظيم ومباشرة البحث والتنقيب والاستكشاف في ميادين التراث الأثري والتاريخي والحضاري عبر مختلف العصور. جمع التراث التقليدي والفنون الشعبيه وابراز قيمتها الحضاريه وتسجيلها ودراستها وعرضها. اجراء جميع اعمال البحث والصيانه والمحافظه والترميم والعرض للوثائق ذات القيمه التاريخيه والحضاريه والعلميه بما فيها المخطوطات والمطبوعات والوثائق السمعيه البصريه مهما كانت وسائل تسجيلها، الاعمال الفنيه مهما كانت موثق وتقنيه صنعها من فنون تشكيليه وما واثاث وما اليه، اعداد المتاحف وحماية مجموعاتها وتطوير أساليب عرضها، نشر الدراسات العلمية والثقافية وتوزيعها، المساهمة في إحياء التراث وتنشيطه وترويجه عبر جميع الوسائل السمعية البصرية والمكتوبة، وذلك بتنظيم المعارض والمؤتمرات والملتقيات على المستوى الوطني والدولي، تكوين الإطارات ورسكليتهم مع المختلف القطاعات العلمية سمحني والتقنية باش تعرف المهام تاع الإدارة هذه اللي كبيرة ياسر. صحيح. وباش نقوم بالمهام هذوما لازم نحصروا معنا، نحصروا ونجردوا المخزون الاثري اللي عندنا في تونس اللي هي سيتي لوبجيكتيف برانسيبال. كنت مع السيد الوزير السابقه وحددنا سنه 24 هي سنه الجرد. سيد العميد انت كنت اعطيتني رقم البارح انا نحب نتطرق له. عندنا 30 ما نعرفش، انت قلت لي عندنا ما نعرفش الاف القطاع الاثريه اللي خرجت من تونس وخرجوا على اساس باش يعملوا عليها دراسات وما رجعتش. شنو باش هو هذاك هو اللي يخليك تفيق بالشيء هذا هو لما تعمل الجرد نتاعك وتعمل جرد علمي وتمشي للمخازن نتاعك وتشوف لي وتعمل جرد على الوثائق كيف في الارشيف نتاعك وتتبع لي دوسي نتاعك وتشوف بشويه بشويه شنو اللي خرج. احنا قلنا قبل كما يجوا لي الباحثين من الاجانب باش يعاونوا توانسه على التنقيب، وخاطر اكثر بيسيت تشوف فيهم توا في تونس كيما دقه وكرتاج تم عملها في شبههم من طرف باحثين اجانب الاول، ومن بعد الاستعمار شاركوا بعد الاستقلال يا ربي شاركوا الباحثين التوانسه. هذايا كان في اتفاقيات نتاع شراكه بينه وبينهم باش هما يهزوا شويه قطاع اثريه للدرس. خاطر كانت قبل ما عندناش الامكانيات. اما راهو هزين القطاع الاثريه من الدرس ومعنى يعني يجي ترجع للقطاع الاثريه بعد الدرس. هي ما رجعتش القطاع الاثريه قدام القطعه نتحطوا على قدام القطعه. سيد العميد والله شو ما عندناش باش نكذب عليك نقول لك عندك شنو قطع، احنا قاعدين توا اشاك فوا نشوفوا معناها ثم قطاع ما رجعوش، نراسلوا في الجامعات في كل بلدان العالم اللي شاركت معنا، وثم تجارب بين الجامعات بينا مع الجامعه الامريكانيه في فرجينيا
وبقدرة الله معناها ان شاء الله من اخر السنه ثم استرجاع ما يقارب 11000 قطعه اثريه. قديش معناتها على الاقل على الاقل سيد العميد فما 11000 قطعه اثريه نورمالمون تكون موجوده اليوم في المتاحف نتاعنا وعلى الاراضي التونسيه ماهيش موجوده في تونس. صحيح معناتها على الاقل راهو نقولوا 11000 على الاقل. هذه شو ماك تعرف انا جيت باش ما نحبش ما نحبش نشوفها من الكوتي نيجاتيف، نحب نشوفها من الكوتي بوزيتيف. اللي فما معناها نقول فما اداره وفما ناس اللي قاعده تلوش باش ترجعوا القطع الاثريه نتاعهم. شنو صار قبل؟ ما يهمناش، احنا نقول فما عطينا نرجعوا. قلت مسؤوليه، فما ناس ما حمتش، فما ناس ما تابعتش الدوسي. اما نقول خلينا تو احنا نبنيو على جديد. خلينا ساعه نشوفوا واش عندنا. وهذا اللي قاعدين فيه، احنا تو زرتنا احنا بطريقه علميه ما يقارب 100000 قطعه في موقع كارتاج. باش تعرف قداش عندنا قطاع، احنا في موقع كارتاج عندنا 100000 قطعة، عندنا مواقع في تونس كاملة، احنا نستيم على الأقل 500000 قطعة موجودين في المخازن نتاعنا. باهي يعطيك الصحة. كبير 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 جدا، يعطيك الصحة سيد العميد، الحقيقة الوقت ضغط علينا، إن شاء الله تكون معنا في مداخلات أخرى باش تعطينا آخر التطورات. إرجاع القطاع الأثرية، رانا نتحدثوا على 11000 قطعة اليوم موجودة خارج تونس، إن شاء الله المعهد نتاعكم ينجح في استرجاعها، وإحنا عندنا ثقة في العمل اللي قاعدين تقوموا به. شكرا سيد العميد، مدير عام معهد الوطني للتراث بتونس. كنتوا تسمعوا الحقيقة أن تصدمت، 11000 قطعة هزوها وما رجعتش. دونك نعطيك كنيسة تمشي تحكي في الأخبار، خاطر هذه ذري باش يكون أخبار مهم في الأيامات القادمة. أنيسة أكيد. مثل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح إيفان مورنينغ شو محمود البرمجي على إيفان أحلى راديو. رجعنا لكم الجديد في آخر 20 دقيقة من المورنينغ شو، باش تولي عندنا فقرات قرع ونا أون تران دانستالي، راهو يزيد نقولوا للمستمعين نتاعنا قاعدين نلقاو. أول واحد نستاليو فيه هو الأنيماتور. بيان سور. وانا جو سوي انستالي والله ما انفلتت لهنا عايشه لهنا في حلقه والدور الدور وتقول لي كي دغي بنتي ما نجم نعوضك ما نجم انا قلتها بالطريقه هذه نسال نشاور فيك معناها نسال فيك على خاطر فما شكون اقدم مدى ما لا مش فاش خنو من نهار بقدرة قادر باش نمرض ما نستغناوش عليك الله يمرضك بوجود محمود ولا بغياب محمود وتقدم انت ولا اي واحد من الفريق كل واحد قدم انا وانا قدم انا كلها يا ريس قدم هنا ولا انا كيش كيف نقدموا في الحصه مع بعضنا. شوف القلوب، شوف الروز، شوف الدنيا، شوف الطاقه الانيقه الانيقه والجميله. عندنا هنا طاقه اخرى. باتمان 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 دليع عندك باش تولي عندنا روبريك قرع معك انت كل يوم باش تحدث لنا على شخصيه شخصيات من تاريخنا من باش نحكيو زاد على الحيين لانه لا لا طبعا الحيين واللي فرقونا واللي خلاو بصمه واللي عطاو المشعل ولا كما محمود بالضبط محمود الأرنوت الله يرحمه كان مسرحي كبير محمود الماتري فوالا معناها ثم الناس خلي الشباب يعرفهم ونذكروهم ونترحموا عليهم واللي موجودين ربي يفضلهم هما مدارس هما أبطال يمكن هما مناضلين شعراء أيقونات معناها خليوا رصيد كبير اليوم على شكون باش تحكينا دليل منور سمادح شيئين في بلدي خيب املي في بالك اللي تحرقنيش تحرقنيش بي شكون ينجم يقول لي منور سمادح شكون يخدم اللي يعرف يسقط شخدم وقت اللي هو صغير خدم خدم برشا خدمات خاطر هو عصامي ويتيم وخرج وحده للسوق خدم في القماش خدم في مخبزه خدم في مخبزه خدم في طايري اي خدم وعمل القصيده على 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 على, 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 على الفطاير وعلى السميد وعلى المقله والدنيا هكا اكزاكتومون هكا انا ما فطرناش يهديك شو اسمه نور الدين اللي باش نحكيوا عليه منور سميد اوه وانت منور اي اف ام دالي ليك الكلمه شوف منور سمادح تولد في نفتة هو الاصول هو الاصول نتاعو اندلسيه عاش في تونس اخواته كل شعراء بوه كان يقرا ويقري في جامعه زيتونه ومشى حتى الفاس ومشى حتى للازهر شاعر غريب حساس فنان كان يلحن زاده كان في النضال كان صحاب مع بورقيبة في أواخر الستينات كما قالت نوال عمل كلاش نوعا ما بلغة الرابرات
بورقيبة كان يقول الصدق في القول والأخلاص في العمل. هو قال شيئين في بلدي خيب أملي، الصدق في القول والأخلاص في العمل. فمن وقتها بدأ يضيق عليه، مشى للرازي، مشى يبحث، ولا مرض نفسانيا من أقوى معناها مكتب، هو كتب برشا، وحتى أخوه لملوا الأعمال متاعه الكل. قلت لك العائلة كلها شعراء، وهو كان معتيل، وكان قول انت نابغة، موهوب، حساس، موهوب، كان يلحن، خدم شوية في الإذاعة، خدم برشا أعمال كما كنا نحكيه، كما علي الدعاجي زاد خدم في القماش في سيدي محرز. الناس هذوما حساسين، لكن ما عندوش مشكلة انه يقول للسلطة راه ما تفهمناش هكا بعد الاستقلال، وقبل الاستقلال حكينا باش نمشي تمشي البلاد في اثنية معينة. ف أنا كمسرحي ولا سمعت قصيدة كلمات اللي هو كتبها عام 69 في مستشفى الرازي على الفرش، معناه نتاع المرض، معناه كتب حاجة من أروع ما ثم، تغنيت غناها العجيمي، سونيا مبارك، أسماء بن أحمد، عملنا تيتر راب كأنه بالعربية الفصحى، حبينا نقوله زاد العربية الفصحى تنجم تتقال في ريتم. يقول عندما كنت صغيرا كنت أحب الكلمات، كنت طفلا ألعب الحرف وأله الكلمات، كنت أصواتا بلا معنى وراء الكلمات، وتخطيت سنينا عثرتها الكلمات. فمات الكلمات كدت من خرسائلة تعرف معنى الكلمات، هي لحن بشري رددتها الكلمات، نغم الوقع والإلهام يرشو الكلمات، يوارو أسك بتهادت في رياض الكلمات. الذي ترجوه من دنياك لولا الكلمات، أنت إنسان لدى الناس رسول الكلمات، فتكلم وتألم ولتمد في الكلمات. صوت حلو ياسر تاع أسماء، والكلمات حلوين ياسر، والنجم نعملوا راب اونجاجي، اي زين المعلم هذاك تقول لك نضرب في راس براس مشاكل انا مشاكل. شوف هي 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 انا اكتشفتها وخدمت عليها مدام جليله بكار في مسرحيه جنون 20 سنه التالي، صحيح. تقالت بصوتها، قلتها بصوتي في الفيلم جنون. منور سمادح مات عام 1998 الله يرحمه وينعمه، تحيه العائلته والناس الكل. عنا برشا ناس ظلمت، لكن احنا نحاول نذكروهم بالخير ونترحموا عليهم ونقولوا راو البلاد هذيا ولاده جابت برشا تحيه ليك انت دالي زاد اللي خديت حاجه كيما هكا حطيتها في غنيه راب، يعطيك الف صحه دي. يعيشك يعيشك يعطيك صحه دالي نوال. انا عندي تعليق صغير فيما يخص الايقونات، وقبيله كنا نحكيوا على التراث اتسيتيرا. عندي حاجه ديما تصير ما نعرفش، ونصور كل واحد يسافر خاصه البلاد اللي تحترم نفسها في امور المحافظه على التراث نتاعها والميزون فالور نتاع ليزيكون كيما كنا نحكيوا نتاعها في البلاد. معناها علاش احنا ناس كي من هكا ما نعرفوش لا دار ولا عنا عليه حاجه، صحيح. لا عنا حاجه عليه حاجه رقميه هكا تكون مخدومه بالقدي حتى كي تمشي اخرها. معناها توا الناس كل هكا يقول لك تركيا وتركيا وقلوب تركيا، باهي تركيا اوكي، اما تركيا راهي كان تمشي وتشوف المعالم الاثريه نتاعها كيفاش محافظه عليهم، وكيفاش لا ديجيتاليزاسيون نتاع الحكايه والاكسيسيبيليتي ليها. وساعات فما بلدان مثلا في ايطاليا بينيا مدينة فيرونا مثلا، الكل هي مدينة روميو وجولييت اللي هي أسطورة، حتى ما يعرف اسكو ايزون اكزيستي ولا لا اصلا. معناها فهمت ايزون ديفلوبي توت اون ايكونومي اوتور دو سا، لي ريستورون، القهاوي، البراكن، لي جادجيت، الحب هكا، الحب الاحبه الكل يمشيوا غادي، وتدخل لك الدار ويقول لك هذه روبتها وهذه فرشها وهذا درشنو وهذا شنو، وما تعرفش عليها صحيحه ولا لا، اما تعجبك الحكايه وتبيع بالقدا تلقى روحك تدفع في الفلوس، معناها وتحط في فلوس وتجيب، يعملوا اقتصاد منها بالطبيعه، يدخلوا برشا فلوس. احنا شعرنا من هذا الكل؟ دار ابو القاسم الشابي وين؟ دار فلين للمعالم الأثرية، امشي شوف تتلقى الناس قاعدة تستهلك في المواد الكحولية وقاعدة تسهر وتلوح في البلاستيك وتعمل، معناها الشيء مسيب وكل مثالش. كان لازمنا وقفة كبيرة، لازمنا وقفة خاطر عندنا تاريخ كبير. لا فقط نحب نحيي الحقيقة دالية على الروبريك وحتى على البروفيل اللي اختاروا، لأنه كيقول أنه توفى عام 1998 هذاك العام اللي أنا تولدت فيه، دونك أنا للأسف ما نعرفش البروفيل هذية ملي دالية البرة يحكي على البروفيل وعلى اسم الشخصية اللي اختارها. أنا أول حاجة عملتها دفعني باش أني ندخل ونلوش على ولقيت لي تيتخ نتاع الشاعر الخبيز، دونك يعطيك الصحة دالية. والجميل زاد باش نحكيو حتى على ناس موجودين وقد كان تكون مظلومة.
يعطيك صحة ريش. توا نمشيو انفوت رفيق ونرجعو لكم من بعد في اخر درجين من المورنينغ شو يوم الخميس 24 درجين. ربي يستر. انتم تسمعوا في اي اف ام مورنينغ شو محمود البارودي على اي اف ام احلى راديو. رجعنا لكم من جديد في اخر 13 دقيقه في المورنينغ شو. توا موعد الربح، موعد الفلوس. راو ما نعرفش كان تراو حطونا قيس بنينة يركح في التليفون، ان شاء الله ما يجيش واحد ينطر هو التليفون. هو منور. سيف المدينة، سيف سيف المدينة، سيف المدينة، سيف. قيس بنينة صباح الفل. صباح النور محمود، صباح الخير داني نوال وحفة. صباح الفل. اوكي نتبع فيكم. ها داني كان يحكي على التاريخ وعلى الاسئله الكبيره في الجيب. وحفه شحكيه اليوم؟ حفه عندك شي شحكيه اليوم؟ حفه حفه ما سمعتوش. يا بنينة يا بنينة نوري معاك، اللي تبعث لي واتساب تقول لي غدوة اش نعمل سافا. اي خويا اي به طون احكي وكمل بيناتهم فلوس حاجة. كايس شكون معاك اليوم باش يكون باش يربح باش يحاول يربح بيان سور؟ الكاش الكاش معي زمنات، معي زمنات، معي زمنات. واحد قصد ربي يوسف في عدد تلميذي ما خالي هذا الولاد الزفير يكونوا وجوههم مبروك عليه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله يا رب. ايوه ايش وين اهلا سهلا. اول معلم صباح الفل. شكون معايا؟ معايا سيدة محمد نشتري بنانا محمد ورايا بالضبط يا داني ومني خير يا بنينا. واحد على اليمين واحد على اليسار على الصورة. ايه خويا هاي الصورة هكا مزيانة هكا. لا انتوما خارجين من الكادر. زيد وسط شوية، زيد وسط شوية، زيد امشي على اليمين. هو ماهوش قاعد يشوف في روحه. امشي على اليمين. ايوه ولا هاي به. ايوه هاي شكون معانا؟ قول لنا قيس. محمد. محمد امير. امير 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 ومحمد. امير امير ايش يعمل في الدنيا يا امير؟ نخدم في كارفور. هاي واه ربي عينك وربي مراكب تجاري. مراكب تجاري مسير يخدم على روحه. ربي عينه ربي عينه سي امير. وسي محمد ايش يخدم؟ سي محمد نخدم عندي كمان الماركات. هاي ربي عينك. مش شنقال، مش شنقال محمد رموركاجة. صاحبنا محمد. هاي باش تلعبوا معانا. هاي باش تلعبوا معانا على 100 دينار راهو. 100 دينار 100 ألف باه يا صبيح. هاي 100 ألف باه. الأسئلة جدا يا محمود راهي أسئلة سهلة وفي المساوئ بتاع الناس الكل، والناس الكل تجاوب عليها وبسهولة. باه أمير أنا جبتك على علامات الدول. كي نحكيو على علامة النمسا وعلامة دولة بولونيا، تعرفوا العلامات الدول ولا لا؟ نعرفهم حاجة كده، ربما ضربوا يد جمعيتي باب الغالي، جمعية كونا حقك والبيت. ضرب الغالي باب الغالي. ايوه ايوه يا اخي معناتها يظهر لي بديت نقرب. البقلاوه هذوما احمر واخضر. ايه بابا الغالي ضربوا الغالي. ثم غالية واحده في تونس على شوي يخرب شعل في الامات حس بابا الغالي في مكان النادي الافريقي. معلم صاحبي معلم برا اموركم ماشي عاد سنه. حسب رأيك إيش هو الفرق بين العلم علم الجنس وعلم الهوية؟ وخويا ضرب النبتة بسيرة ياسر، واحد أحمر أبيض والآخر مقلوب سكة أبيض أحمر. لما ضربوا الإفلوب ديما أحمر وأبيض هذاك مقلوب مش مقلوب عشان يصاب. أوه ما فضلكش ما فضلكش. جواب صحيح، جواب صحيح والله. أفحمني أفحمني أفحمني. إيه خلينا نشيل محمد بتاع. إيه كيف كيف في العلم شوي؟ كي نحكي على علم دولة بلجيكا وعلم دولة ألمانيا، شو الفرق بين الاثنين؟ خويا الغالي، ثم حتى فرق، ثم الطريق ديال يدي تونس والسلام. لا بريما. لا بريما. إيه. هاي مشكلة خلاص، عارف شو حفلوس، ما ينجح لك رجل الأمريكي، يا ودي الفلوس، يا ودي تمشي للدين، بابا الغالي الأفريقي ديما موجودة حتى. أوه عملت لنا ديربي. احنا ليه ما نموتوش بابا الغالي ما نموتوش.
جو 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 قيس قيس جو جو يعطيكم الصحة محمد وأمير، ربحتوا معنا 100 دينار إن شاء الله، مبروك عليكم الزوز، وإن شاء الله ربي يوفقك يا محمد في البرمي، وإن شاء الله هاوكا أيوا أموركم واضحة. احسب عليه الفلوس يا أمير، احسب عليه احسب عليه زعتي يعطيكم الصحة إن شاء الله، نهاركم زين، ملتقانا غدوة كيف العادة مع قيس بنينة للربح. توا ليش باش نمشيو لآخر موضوع اليوم، موضوعنا في لي ريزو سوسيو على المورنينغ شو عندي جدمو ترى قيس ديليسيوز اسمع ليه اسمع قلنا لو عندي القرح انا من عليه معدتي شكون مولاها يعطي صحه شو هذا سي محمود عجبتني الفازه شبيكم يا ليه وليه وتقول تضحك على روحها هذيك عينيها دمعت بالضحك ليه تقولها وتضحك على يا نوال واس على روحها بالحق والله بربي ما تحلفش عليا مجهربي مجهربي احنا احفر غادي بربي اريز قبل ما نكمل عندنا صديقنا مهدوش يقول لي بربي دي كاس لامي عايشه غدوه كاس ده ربي للعمره ربي فضل هيلو ان شاء الله ربي فضل هيلو ان شاء الله في عوده وان شاء الله ربي يتقبل منها وان شاء الله في عوده ودعيوا تخير يومي عايشه ودعيوا تخير الولد مهدي ربي فضل ربي فضل مهدوش ادعي بينا به بالخير بالخير بينسوا ليه يحبوا لي برشا تكون دعيوا تخير يحبوا لي برشا ريش عندنا اليوم في الريزو سوسيو على المورنينغ شو باش نحكيوا الحقيقه في خبر قديم جديد او جدل قديم جديد متواصل على المحتوى اللي يتم مشاركته على تطبيق تيك توك، تطبيقة اللي تم استعمالها في العالم الكل ولكن استنكار كبير في المدة الأخيرة على المحتوى خلينا نقوله اللي بارتاجيو فيه جزء الحقيقة من التوينسة على موقع التواصل الاجتماعي هذية نلقاو برشا مشاهير أو ناشطين على موقع التواصل الاجتماعي ووجوه إعلامية تتفاعل مع المحتوى هذية أو العركات اللي قاعدة تصير في دي لايف تيك توك وحتى على عملية اللي يسميوها البعض بين ظفرين الرشق في تيك توك نلقاو الإعلامية التونسية أميرة الجزيري تدخل على الخط بستوري انستغرام تنشوفوها على FM TV تتسائل فيها تقول فسروا لي هذوما شكون ربيهم وين تربيه وهل في تونس اللي نعرفوها نوعية هذية من الناس تتفاديها لأنها توسخ مش تتبعها ويعملوها الناس مشاهير تتسائل على كيفاش امرأة أو راجل يطلع في اللايف ويرشقوا عليهم في هدية وفلوس تقول انه مخي ما استوعبهاش شنو معناها واحدة تلبس عباءة الدين وترقص بها على أوتار الفساد شنو معناها بنات تتجاهر بالمعصية والكلام الخايب من أين تينا المخلوقات هذوما كذلك سوسن مصمودي نعرفها أنها ناشطة على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام كانت هبطت جملة من الستوريات الحقيقة ولكن خلينا نسمعوا جزء صغير من الكلام اللي قالته سوسن مصمودي ونرجعوا للتعليق بالرسمي ستريغراف بالحق تشوفوا حل الانحطاط اللي قاعد صاير على تيك توك راهو اللي صاير على تيك توك يا ستريغراف راهم صغار راهم كبار راهم شنية معناتها شنية هذا المشكلة بنات صغار معناتها هذوما صغار قاعدين يأثروا على صغار شنية قاعد صاير عليش شنية عليهك دوك تساؤلات مش فقط أميرة الجزيري وسوسن مصمودي اللي قرروا في هبة من الجزء الآخر متاع الناس اللي ما زلت بعقولتها واللي ما زلت تحب ترى محتوى على تيك توك ما يكونش كما اللي قاعدين نشاهدوا فيه في الليامات هذو ما منعرفش نويل ذهر لي أول واحدة تحب تتفاعل أنا ما كنت حسي ننفبري أنا من قبيلة ساعة خلينا نتفاهموا اللي صار نهارين التالي العركة الشهيرة هذية بين زوز راهم يتفرجوا فيها وصلوا يتفرجوا فيها 120 ألف و130 ألف في المباشر في عركة بين زوز صانعات محتوى كان نجم نسميهم هكا عركة 120 ألف تونسي يتفرجوا فيها في اللايف إشكال مش هذا الإشكال أنه العركة تتطور ومن بعد تخرج وتولي خصوصية الناس وفضايح الناس على قريعة الطريق اللي كنا نتصوروه احنا قبل اللي يصير على الانستغرام ولا كل البيعان وكل واحد كنا نتصوروه هذيك حاجة ما هيش مقبولة ظهر هذيك حاجة حتى شيء سوفت على الاخر عبيت تخدم على الروحة في نهاية الأمر مادام تخلص في الضرائب بتاعها ربي عينهم اللي راو فيه اليوم على التيك توك راو ما يتقبلش راني أنا وليت خايف على بناتي
وليش التليفون كل يوم فاش تتفرجوا راهو حاله رهيبه مانيش عارف كيفاش نجموا نوقفوا هالنزيف. راهو بنات نتاع 17 و18 و19 سنه راهم ولاد يعملوا فيها شيء وعباد ترشق عليهم هاو اسد هاو دراشنو فيل فما فيل فما فيل اللي انا مانيش فاهدهم فاهمهم نوال عطني نتاع الديجيتال يا نتاع الديجيتال نتاع الديجيتال تكلم معي به اولا خلينا نفسروا البرانسيب نتاع الكراود فاندينغ. الكراود فاندينغ هي حاجه ما بدعناهاش احنا موجوده من اول الدنيا انه صانع المحتوى يعمل على الكوميونتي نتاعو الناس اللي تبع فيه انها تمول معاه معناها اللي مسمينها الرزق واحد مش حلو راهو نقولوا رزق خاطر مثلا انا بدي نعمل فيه الكراود فاندينغ اللي هو ناس تجي تدفع فلوس باش انت تكون انديبندون دي سبونسور ولا حاجات باش ما يصيرش عليك ضغط من 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 نوعيه اخرى اللي هو زاده معناها صانع المحتوى زاد ينجم يتوجه السبونسور ولا تنجم توجه اي سورس نتاع فلوس انها تمول له المشروع نتاعو. علاش هذه مثالش والاخرى مش مثالش معناها ديجا سا اللي هي حاجه موجوده وعاديه جدا دونك جوست نحاولوا نقلبوها الحكايه ونفهموها قبل ما نبداو نطلقوا في احكام اخلاقيه ديجا سا به انهم زوز يتعاركوا ولا واحده تشطح ولا الاخر عامل روح وحوته ولا اللي تحب انت راهو احنا نعطيو فيهم في الكريديبيليتي. كي تتفرج فيه انت راك قاعد تزيد تعطي فيه في النوتوريتي. كي تشوف حاجه كي من هكا وتزابيها وما نحكيوش عليها في راديو وما نحكيوش عليها في تلفزه وما توليش حديث مواقع التواصل الاجتماعي تو حدا توطف محل راهو حتى كي ما حكيناش عليها. لا 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 نوال حتى كي ما حكيناش عليها يا اخي موجود شيء يا اخي 120 الف ما تفرجوش قبل في عركات موجوده في التلفزه وفي الراديو معناها ما كانش فما العرك في التلفزه وفي الراديو مباشر واوديمات بوينتين وقت السيت كان يخدم الناس تتفرج يحبوا راهو سي يما وهذا سي تري جراف راهو هذيا سانكوني شنو معناها تجي يقولوا اي زيوم العركه يصليوا على النبي ما عادش تعاركوا في لي بلاتفورم ما عادش تفرجوا راهو كلام بذي فما ايحاءات خايبه لصغارنا فما صور فما حدود معينه ايتيقيه معناها ما نحبش نقول كلمه اخلاقيه معناها ايتيقيه وهون تتدخل المودراسيون كما كانت قبل الهيكا كانت تتدخل في المنتوجات السمعيه البصريه معناها تلفز وراديوات اتسيتيرا فما زاد المرسوم 116 ده اللي هو نورمالمون يعدل الديجيتال اتسيتيرا اللي هو موجود زاد في العالم ما بدعنا حتى شيء راهو مش احنا اللي عملناه ونبداو متفاجئين واحنا شبينا يا اخي ما نتوانسى في بعضنا ونعرفوا بعضنا يعطيك الصحه نوال كان نخلت لاخر حلقه تخمرت شعل فلاميت حتى حلقتنا اليوم مرسي يا ريج مرسي نوري عايش. مرسي دالي مرسي نوال شكرا مرسي عزه ان شاء الله ترجعوا معنا غدوه يعطيكم الصحه على متابعتكم على وفائهم على الارقام الباهيه اللي قاعدين نراو فيها الحمد لله وعلى وسائل التواصل الاجتماعي توا نمشيو مع جيان في انفو ميتيو وبعد نمشيو مع صديقتنا نيسا في الاخبار باي باي